يعني لأنه الأهلي يؤدي واجبه الوطني بامتياز تجاه منتخباته الوطنية أو تجاه منتخبات الوطن، فخلف كل هذه الجهود الكبيرة في ناس شغالة، مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي كابتن رؤوف عبد القادر. كابتن رؤوف مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. تحياتي وتحيات الاستاذ حامد عز الدين. يعني حبيبي الاستاذ حامد عز الدين استاذنا، يعني اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. يعني استاذ حامد وانا استاذ ابراهيم. مبروك هذه الانجازات الكبيره لكل الفرق الحقيقه في الدوره الافريقيه يا كابتن. طبعا الحقيقه كلنا سعداء، يعني تصدر مصر جدول الميداليات، و يعني على طول يعني احنا شاركنا في اكثر، يعني انا عن نفسي شاركت في ثلاث دورات افريقيه قبل كده، زي الاول افريكا جيمز ساوث افريكا وفي نيروبي وفي زيمبابوي. كلنا بنبتدي من اول يوم نمسك الورقه والقلم وبنجري يمين وبنجري شمال علشان نعرف هو في ميداليا هنا فين وهنا في ميداليا هنا فين. فالحمد لله يعني تفوق ابطال مصر في جميع الالعاب وتصدر مصر للبطوله حتى الان. طيب حتى في الالعاب الجماعيه يا كابتن، يعني الطايره عندنا منتخب الطايره خرج من الدور قبل النهائي في بطوله كاس العالم للناشئين ومنتخبات اليد البطولتين، اعتقد كان في تمثيل يعني لافت جدا للاهلي في الفرق الثلاثه. الحقيقه هو ابتدينا مثلا ب 98 فاز بالميداليه البرونزيه بالنسبه لكره اليد، هنلاقي خمس لاعبين في المنتخب ايضا مواليد 2000 اللي فاز بالميداليه الذهبيه، هنلاقي اربع لاعبين. المباراه بتاعت اليوم قبل النهائي اللي كانت في الكره الطايره منتخب مصر للناشئين مع ايطاليا، خمس لاعبين ايضا من النادي الاهلي ما شاء الله. يعني الحمد لله النادي الاهلي متواجد وقوة في كل الالعاب الجماعيه اللي بتحقق نتائج كبيره. يعني كحافز يا كابتن، هل الفرق هل اللعيبه الدوليين ليهم حوافز ماديه في النادي اللي بيحققوا بطولات مع المنتخبات؟ لائحة النشاط الرياضي في النادي الاهلي بتدي مكافئات للاعب لما يحقق بطوله مع النادي، وايضا اذا حقق بطوله سواء افريقيه او عالميه مع المنتخب ايضا بيبقى ليه مكافاه مش كده وبس، ومدربه في النادي كمان بيبقى ليه مكافأة. هايل هايل يعني هايل. يعني الولاد بتوع الهاندبول مدربهم في النادي انجازهم مع المنتخب مدربهم في النادي استفاد. يعني هو المفروض في الالعاب الفرديه الالعاب الفرديه مدرب البطل هو يعني بيبقى ليه مكافاه. على فكره بالنسبه للالعاب الفرديه النهارده مش عارف حضراتكم اعلنتوا ولا لا، لان الحقيقه راجع من اسكندريه كنا مع الصغار بتوع كره اليد هناك. النهارده دينا مشرف فازت على النيجيريه وفازت بالميداليه الذهبيه صحيح في تنس طاوله، لسه الاستاذ حامد بيهنيها. وايضا مصطفى عشان الجمل احرز الميداليه في المطرقه النهارده. فعلى طول كده على التوالي والتتابع ابطال النادي الاهلي في الالعاب الفرديه الحمد لله يعني ايضا بيحققوا نتائج جيده جدا في البطوله دوره الالعاب الافريقيه. طب بمناسبه الالعاب العاب القوى، ايهاب عبد الرحمن اخباره ايه يا كابتن؟ والله يعني تجرى محاولات على قدم وساق، يعني يعني تقريبا يعني احنا بننتظر في القريب العاجل يعني ممكن يبقى في مستجدات في الموضوع بتاعه. ويعني النادي بيبذل قصارى جهده بالاشتراك مع الوادة، في اتصالات وفي خطه عمل معموله، وبنامل باذن الله يعني لو الطفل يخاف عن ايهاب يا رب يعني يعمل حاجه كويسه باذن الله لمصر، واكيد يعني هتكتب للنادي الاهلي. يا كابتن رؤوف استاذ حامد، انا بقى بطمع من حضرتك في ان تصنع لنا قائمه الشرف الاهلاويه بعد انتهاء الدورة، يعني في خلال 48 ساعة قائمة الشرف الأهلوية لصالح مصر، لأنه مصر إحنا الأهلي
جزء صغير جدا من مصر الكبيرة وفرحة المصريين. بس احنا عايزين نقول للناس ان احنا بنكرم وبنحتفي وبنحتفل بالذين يقدمون ما يملكون من عقد وعرق وجهد من اجل المنتخبات المصرية. فبننتظر من حضرتك انه يبقى في عندنا القائمة دي في اسرع وقت ممكن بأسماء وجوائز والمراكز اللي حققها لاعبو الأهلي في المنافسات المختلفة. ورغم أن النادي الأهلي بيعاني من كثرة عدد اللعبات الرياضية اللي بتتلعب فيه، فعايزين نختار مجموعة من اللعبات عشان تستفيد من الشعبية بتاعت النادي الأهلي، وخصوصا لعبات النزال زي ان احنا نضيف للكاراتيه، نضيف جودو لان احنا ما عندناش جودو، نضيف تايكوندو للاستفاده من شعبيه النادي الاهلي في دعم هذه اللعبات في خصوصا على المستوى الاولمبي. باذن الله يعني يتم حصر في القريب العاجل على طول للابطال الفائزين في دوره الالعاب الافريقيه. وعلى فكره على سبيل المثال وليس الحظ، مثلا ابطال السباحه هنلاقي هاني مورو 4 ميداليات ذهبيه وثلاثه فضي في التتابعات، وايضا احمد اكرم وعلي خلف الله وميشو، يعني ابطال النادي الاهلي كلهم في السباحه محققين ميداليات كلها ذهبيه. لو استعرضنا لكل الالعاب هنلاقي النادي الاهلي الحمد لله ابطاله بيشاركوا في فرحة المصريين كلهم في دورة الألعاب الأفريقية. وزي ما حضرتك يعني بضم صوتي لصوت حضرتك، أي لعبة من الألعاب اللي هي التركيز عليها ممكن بيحدث ميدالية ذهبية لمصر. يعني ربنا يسهل بإذن الله ويبقى في دراسة بحيث إن إحنا نحاول نحقق اللي حضرتك قلته يعني. إن شاء الله. تدعيمات الباسكت والهاندبول خلاص اكتفينا بما تحقق ولا لسه في حاجه تانية؟ لا يعني في حاجه تانية بس نسيبها شويه. في حاجه تانية؟ فيها حاجه حلوه؟ لا لسه ان شاء الله. لسه باذن الله. باذن الله. قوي كمان يعني باذن الله في حاجه كده باذن الله يعني يبقى كملنا التدعيمات كلها باذن الله. ان شاء الله. كابتن روب بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا لكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي.